السلام عليكم. أهلا، الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك. أخبار الشغل النهاردة إيه؟ طمني عليك. أه الحمد لله تمام، ميت من التعب. النهاردة جالنا بضاعة كتير، قعدت أرص بقى فيها وأفك في كراتين لغاية ما الواحد ظهره اتقطم. المهم إنك كويس. الحمد لله، شوية تعب بسيط بس الحمد لله. بس أنت عارف بقى يا عادل، الشلو الحتة ده عامل زي الرياضة بالظبط، مفيد صحيا جدا. والله مفيد صحيا. طيب عموما انا بعد بكره ان شاء الله جايالي بضاعه جديده، بتعالي بقى مارس الرياضه دي وشيلي وحطي معايا في البضاعه. وانت لابسه بقى كده ورايحه على فين ان شاء الله؟ خارجه اتفسح. خارجه اتفسح انت ومين؟ مع جوزي حبيب قلبي. خارجه انت وجوزي؟ طب هترجعي امتى عشان لو اتاخرت ما اقلقش يعني؟ لا يا حبيبي ما تقلقش، مش هيبقى في تاخير. ولا في تاخير ما دام خارجه مع جوزك خلاص. بس عموما لو جيتي ولقيتيني نايم بيسيبيني نايم عشان ايه؟ عندي صحيان بدري. لا يا حبيبي، ما هو انت جاي معانا. جاي معاك انت وجوزك؟ هنخرج احنا الثلاثه؟ طب جوزك ما يتضايقش يعني انا خارج معاكم؟ اه وهتروحوا فين امال؟ عادل احنا متفقين مع بعض من اول امبارح. متفقين احنا الثلاثه؟ يو يا عادل بقى ما ترجعش في كلامك. مش مساله ارجع في كلامي، مساله بس ان انا تعبان ومحتاج انام كام ساعه عشان اصحى فايق بكره للشغل. الابحاث الجديده اكتشفت ان الانسان محتاج ينام تلت ساعه. تلت ساعه في عمره كله في اليوم؟ اه في اليوم تلت ساعه بس. طب وانت ما بتناميش تلت ساعه ليه امال؟ لا ده على الانسان مش الانسانه. اه الانسان. بس تلت ساعه دي مش هلحق احلم حتى، يعني انا الحلم ساعتها هيكون لسه في اوله مع بدايه التترات بتاعت الحلم. لا ما هو الحلم بياخد فيمتو ثانيه. فيمتو ثانيه؟ اه ده مين اللي قالك على حكايه الفيمتو ثانيه دي؟ فيمتو ثانيه دي اللي اخترعها المهندس ممدوح زويل. يا مهندس مهندس ممدوح زويل، الراجل اللي رافع راسنا في كل حته في العالم اسمه ممدوح زويل. اسمه ابراهيم زويل يا ماما. قال ايه بقى؟ قال ان الحلم بياخد ثانيه. بقول لك انت ما تعرفش الموضوع ده ولا ايه؟ لا والله ما اعرف، اللي انا اعرفه ان الجون بيجي في ثانيه، وده اللي قاله المهندس محمد لطيف. يلا يا عادل بقى والنبي، انا عايزه اخرج وقاعده زهقانه طول اليوم، عايزه امشي رجليها شويه. ايه يا حبيبتي وانا تعبان طول اليوم وعايزه انيم رجليها شويه عادي يعني. حلو قوي، يبقى نروح مكان نقعد فيه. اه بحيث ان انا ابقى قاعد وانت واقفه، او مثلا وانا قاعد وانت بتلف عشان تمشي رجليك. ده انت بتهزر بقى. بقول لك ايه، انا خارجه يعني خارجه. وانا مش خارج وهنام يا رانيا، لان انا محتاج اريح نفسي. انت طول الوقت محتاج تريح نفسك؟ ايوه عشان اقدر اصرف على امك واختك. مامي واختي؟ على فكره بقى مامي واختي ليهم حقوق في البيت ده زيهم امك واختك بالظبط. ايوه انا ما قلتش حاجه، عشان احقق بقى الحقوق بتاعت امك واختك وبتاعتك انت وبنتك لازم انزل اشتغل واسيب بقى الخروج والصرمحه والكلام الفارغ ده. بتسمي خروجي معاك صرمحه يا عادل؟ على فكره بقى انا مراتك وليا حقوق عليك في البيت ده، واولها ان انا اخرج. ماشي، شوفي الخروجه دي هتتكلف كام واديكي فلوس اخرجي بيها انت وامك واختك. فلوس؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ انت بتكلمني انا عن فلوس؟ انا مش عايزه حاجه منك، اتخانق. خدي هنا، انا مش قاعد بتكلم معاكي تسيبيني وتخرجي كده من الاوضه. على فكره بقى انت بيروقراطي وديماجوجي واناني. يعني ايه اناني؟ يعني اناني. بنت اوعي اوعي في حياتك تتكلمي مع جوزك كده ابدا. استني بس حضرتك، دي قالت ثلاث حاجات منهم اناني. ما هو مش ذنبك، ذنب العيشه الزفت اللي احنا عايشينها هنا. الحقي شوفي مين اللي بيتكلم، مجيدة اللاجئه وبنتها اللاجئه بيتكلموا على العيشه. مش عاجبك العيشه معانا ولا ايه؟ انت ما تتكلميش مع مامي بالطريقه دي. وبعدين اذا كانت مامي لاجئه وده حقيقي يبقى انتوا ايه؟ لزقه؟ ازاي يا عادل امك تتهزق وانت واقف تتفرج؟ معاش اللي يهزقك يا ماما. ما هو عايش اهو بيهزق. ازاي؟ انت ازاي تكلمي ماما بالاسلوب ده؟ بص بقولك ايه بقولك ايه؟ انا بقالي خمس سنين مش عارفه اتكلم براحتي، مش عارفه اتنفس. ايوه كده صاري على حياتك وبعبع اللي في قلبك، قصدك ان احنا كاتمين على نفسك؟ قصدك ايه يا سناء؟ ما اقصدكيش يا رانيا. اه بحسب. نو ذيس از انف. انت يا بنت دلوقتي تخشي كل الهدوم اللي عندك دي تلميها تيجي تقعدي عندي، فاهمه؟ اوكي مامي. حوش حوش هيروحوا يقعدوا في الشاليه بتاعهم اللي ببلطين، ما هنتلقاها هنا. عادل سيبك منهم، سيبك منهم. سيبك منها يا عادل، بكره ترجع ورجلها فوق رقبتها. ترجع منين يا ماما؟ نو جامي يا حبيبتي بنتي ترجع تاني غير لما الراجل ده يعرف قيمتها ويبوس رجليها وانتوا تاخدوا حقها. هترجع هترجع يا مجيده، هترجع بشروط جوزها. مامي سيبك منهم، انا جاهزه، يلا بينا نمشي يلا. ها نشوف وشكم بخير.
ياسمين ياسمين ياسمين. اوعى تضعف يا عادل وترجعها، عارف لو عملت كده لا تبقى ابني ولا عرف. لا يا ماما انا مش هضعف، مش هضعف ابدا، وزي ما هي مشيت لوحدها ترجع لوحدها. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين 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 ياسمين. اللي هتعيش متشحططه ما بين ام واب، هعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ ولا يهمك يا عادل، بكره هي تندم وتبعت لك المراسيل عشان ترجعها. مراسيل ايه وشحططت ايه؟ وياسمين ياسمين ما هي متلقاها في الاوضه اللي جنبنا. ايه اتجننتوا يا جماعه ولا ايه؟ اسكت انت يا سناء، الموضوع كبير قوي، بكره اخوكي هيعاني من الوحده. وحده ايه يا ماما؟ الوحده يا هانم، وانت حاسه بحاجه؟ الوحده، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في دوره الميه. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله ياسمين 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 ياسمين. يا ابني دي قاعده في الاوضه اللي جنبك، يعني اروح اجيبها لك من شعرها؟ وانت ايه اللي ينزلك في وقت متاخر زي دلوقتي يا سناء؟ انت عندك شغل بكره الصبح. ايه اللي ينزلني وعندي شغل الصبح؟ ماما انت سامعه عادل بيتكلم ازاي؟ اه طبعا، ما عندناش ستات ينزلوا لوحدهم. يعني انا لو نزلت ورحت الاوضه اللي قدامي دي الساعه 12 الناس هتتكلم عليا ويجيبوا في سيرتي؟ ايه اللي يخليكي تستني لغايه الساعه 12 بالليل عشان الناس يتكلموا عنك؟ الناس بيتكلموا عنك من غير اي ساعه 12 يا سندريلا، ولو ما اتكلموش احنا اللي هنخليهم يتكلموا ان شاء الله. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. اه انت شكلك كده يا دول عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه يا عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دولة، انت من الصبح كده عينيك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقولها؟ انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دولة اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا رب. بص يا دولة، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. تصغر نفسك انت؟ ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضه هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوءات اللي انت عملتها. النتوءات؟ واي كلمه بحطها في اي حته؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي سابت البيت وقعدت عند امها. وايه المشكله في كده؟ مع واحده قاعده عند امها عادي، امر طبيعي يعني. ايوه، ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دولا ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دولا، انا فهمت خلاص، انا فهمت. هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. اه هي دي بقى اصعب حاجه يا دولا، عشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في أغنية. بص بقى دولا، انت لازم تحل المشكلة دي كويس جدا، عشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اقعد اتكلم معاك. الراجل وزوجه؟ والله ما عارف اقول. المهم انا هعمل ايه؟ بص يا دولا، انت لو عايزني انا اتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده انا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقول لك عايز احل المشكله، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دولا، انا في ذات مره سمعت اغنيه بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته. التاريخ بيعيد نفسه؟ ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنيه بتاعت اللي هو الضنا غالي؟ غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط يا دولا. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنيه بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. أنا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش التاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار. لا Thank you.
ازيك يا حبيبي؟ احنا جايين عشان نقعد معاك وما نسيبكش لوحدك. شكرا يا ماما، فعلا ونعم الام. وجبنا لك بجنيه لب عشان نقعد نتسلى مع بعضينا. شكرا يا سناء، فعلا ونعم اللب. اوعى تكون ضعفت وعاوز ترجعها وتهين كرامتك، دي غلطت في امك واختك. وبعدين في ناس كتير قوي بيقولوا انها هتتجنن عشان ترجع. ايه ده، في ناس بيجوا الشقه هنا ولا ايه؟ ناس مين دول يا ماما اللي بيقولوا لك كده؟ قولي. انا فاهمه، انا فاهمه بعمل ايه. يس خلاص براحتك، فاهمه ادينا بنتسلى مع حضرتك. ايوه ماما، يعني الناس دول حضرتك بتقولي ان هم قالوا لك عايزه ترجع؟ ومالك اتشحتفت قوي كده، ما تهدى وتعقل شويه. هي هترجع هترجع، لكن لما ترجع ومناخيرها في الارض هتعرف غلطها وما تعملش كده تاني، وخصوصا بعد ما اتشحتفت وضاقت الغربه، الغربة وبعد المسافات. يا مثبت العقل والدين يا رب. هو بابا فين يا ماما؟ وحشك يا حبيبتي. احنا هنخ من اولها؟ هو احنا لسه في اولها؟ هو الموضوع هيطول ولا ايه؟ يا حبيبتي بنتي وعندي وقاعدة معززة مكرمة لحد ما يجي هو ويركع على رغبه علشان ترجع له. هو بابا هيجي؟ يا حبيبتي يا بنتي، لا يا مامي، انا زعلانة منه فعلا، بس ده مش معناه اخلي بنتي حبيبتي تتربى بعيد عن ابوها. انا مش عارفة انت زعلانة منه ليه، بس اللي تتجوز واحد زي ده ما تتوقعش انها تخرج اصلا. وبعدين قوليلي انت، يعني لو خرجتي تفتكري هتروحي فين؟ ده بكبير وهيجيب بربع جنيه ترمس وبنص جنيه دورة. السنة اللي فاتت لما خرجنا جاب لنا غزل البنات. على فكرة بقى، الخروجة مش هي سبب الخناق، الخروجة دي هي القشة التي كسرت رجل الحمار. ده مش حاسس بيها خالص، ده عمره ما قال لي كلمة حلوة. بيعملني على اني كنبة، مرتبة، كرسي، ما بعملش حاجه غير اني بمسح وبطبخ وبكنس وبس. يا حبيبتي دلوقتي بقى لما يعرف قيمتك بحقيقي وانت سايباه كده مزعزع بين اربع حيطان هيجي راكع عشان هيعرف النعمه اللي كان عايش فيها. الو الو الو، ايه اللي انا بعمله ده؟ لازم احاول تاني. الو الو الو. ايوه يا رانيا، انا عادل. ايوه عادل، ازيك؟ وحشتيني. وحشتني قوي. ايه ده، في حد يتصل في وقت زي ده؟ عبيط انت ولا ايه؟ لازم احاول تاني، لازم اطمن على ياسمين. مشغول،
كنت بتكلم مين دي دلوقتي؟ ايه ده؟ مين ساب السماعة مقفول مفتوحة؟ لو حد اتصل مثلا. الو، محل الورد اللي تحت عندكم ورد والله طازه؟ كويس ان انت جيت في وقتك. طازه؟ اه طبعا طازه يا فندم. طازه يا فندم. طيب بص، خد الكارت ده حطه مع الورد ورن الجرس تاني. تحت امرك يا باشا. ماشي، استنى. خد. ماشي يا باشا. مين اللي خبط علينا؟ ما اعرفش، الناس قللت الذوق، ناس فاضيه. طب شوفي شوفي مين ولاد الذوق دول اللي بيخبطوا الساعات دي. مساء الخير. مساء النور. الورد لحضرتك. متشكره قوي. عفوا. اديني الكارت لو واحد قليل الذوق فعلا. ها؟ عودي يا رانيا، عودي يا رانيا، أنا في انتظارك. لا أستطيع العيش دون أن أراك، فأنت كالمصباح. لا أستطيع العيش دون سماع صوتك، فأنت كالمذياع. عودي يا رانيا، عودي يا رانيا. مين؟ إيه ده؟ إيه الغابة؟ إيه في إيه؟ يا مامي بس الوردة حلوة قوي. الوردة حلوة قوي، يا سلام. أنت عارفة ده معناه إيه؟ معناه إن دول ده هتصالحوا بعض بالورد ده. روحي روحي ارميه له قدام الباب. يلا استني، ما ترمهوش على الباب عشان ما يتوسخش، احتمال ارجعه يعني. وجايب لها ورد يا خايب. اه بعد كده مش هتعرف تشكمها يا ماما. طب انا اعمل ايه يا ماما؟ انا صراحه يعني زهقت من الوحده اللي انا فيها دي، وبعدين رانيا وحشتني، مش هي لوحديها، هي وياسمين. ياسمين بنتي ضنايا، يعني في شرع مين ده يا ماما؟ في شرع مين بس يا رب؟ كويس ان جيتي. تعالي شوف اخوك الخايب عاوز يرجع رانيا. يرجع رانيا يا ماما؟ واحنا مجانين؟ ايه المورستان اللي احنا عايشين فيه ده؟ ده يفتح الباب ده يمشي مترين لقدام يلاقي رانيا في وشه في الباب التاني. مش فاهمة، مش فاهمة، مش فاهمة. نجلاء خدي بالك من نفسك، ها؟ ولو عاوزتي حاجة كلميني، وما تتعبيش مامي، روحي المدرسة. اوكي مام. لا امشي. خلاص بقى يا مامي، ما هو جوزي ولازم ارجع له. لا يا حبيبتي، اصلك انت هبله، انت كان لازم تشحططيه لحد ما يجي راكع على ركبته. هو احنا في صربيا يا امي. يلا يا ياسمين، يلا هنروح لبابي. خلاص بقى. معقوله يا عادل عاوز ترجع رانيا بعد ما هزقتنا؟ يا ماما كل يوم بيعدي وياسمين بعيد عني، مش في مصلحتي. عندك حق يا عادل، البنت ممكن تكبر ما تعرفش مين ابوها. افرضي قابلتها صدفه مثلا في المطبخ وما عرفتنيش، يبقى شكلي ايه قدام التلاجة مثلا؟ لازم اروح لها، لازم اروح لها.
عادل ما تزعليش مني يا رانيا. وانا ما كانش قصدي ازعلك، وانا استحاله اضايقك بعد كده تاني. عارف اليومين اللي عدوا عليا عدوا عليا زي ما يكونوا سنتين. فعلا شكلك اتغير خالص، وياسمين بنتنا كبرت اهي ما شاء الله، بقت في سنه كام؟ اوعدك ان انا عمري ما هطلب منك ان انا اخرج وانت تعبان. وانا اوعدك ان ههريك خروج كل يوم بقى، ترمس ودوره وناكل بليله كل اللي انت عايزاه. لا انا عايز اكل غزل البنات. ايوه صح غزل البنات، يلا بينا. مش معقول بجد 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 قلبهم ابيض، دول ما يقدروش يستغنوا عن بعض خالص. طبعا ولاد الحرام هم السبب في ده كله. الحمد لله ان ربنا قرب ما بينهم المسافات. يا دولة انت بتكتب الحسابات بره ليه؟ عم تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي، انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت متفهمش فيها يا رمزي. دولة انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان، ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، الاغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها يعني. انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقوله يعني يا دوله مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الاغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الاغاني بتاعتي دي صعبه عليهم يا ابني. شوف الاغاني اللي ام كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان، سمعت القصيده اللي هي بتاعت ثوره الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده كلام عصير الدمع. طبعا يا ابن عصير الدمع، لان هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجه زي كده؟ قابل خواجه اللي جه. شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس عم تدنه؟ ايه ده انت طلعت ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك يعني. بص عادي بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اتفضل، منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا، بتقفل الباب؟ ها ماشي ماشي اصبر. اهلا وسهلا، تحت امرك طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف بره بيحبوا الهدايا الفرعوني بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمز نعم. اروح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين حاجه ساعه؟ يلا عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبته. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر، عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول خمس دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. خمس دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه أدي دقيقة، على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي دقيقة كمان، على بقى ما يشرب الحاجة الساعة أدي دقيقة كمان. فين الحاجة الساعة؟ أنا مش قلت لك هات الحاجة الساعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساعة، أنا همشي. أنا مش لا لا لا، اقعد اقعد اشرب الحاجة الساعة. حضرتك يعني هم فاضل ثلاث دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساعة، هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. ثلاث دقايق إيه يا عم؟ دي بتاعتي أنا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده إزاي؟ زي الناس زي إيه؟ أيوه يعني كنت بتقول فيها إيه الأغنية دي يعني؟ هقول لك أنا. بتقول ثلاث دقايق أشوفك أقابلك، إيدك تلمس إيدي أشوفك أقابلك، عينيك تيجي في عينيا، لو زعلان عاتبني، لو غلطان حاسبني، لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني، اشتقت لمعادك مطول بعادك، ولا عشان بحبك
هتزود عنادك نطيرك وعادلك انا طمعان فادلك انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا لنرضى بعذابنا ونهرب من الحقايق انت حبيبي وبس انت نصيبي وبس نفسي اشوفك بس تلات دقايق الله الله يا استاذ ماء الله 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 بس الله الله يا استاذ ماء يعني بص حضرتك يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص والتلات دقايق بتوعي غير التلات دقايق بتوع حضرتك يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر تخاطر توارد لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله لغيت الرحله خالص انا ماشي عم سامعك طب حضرتك بس في اغنيه تانية بتقول لا بص انا هسمعك حاجه انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده سلام عليكم ماشي وعلى السلامه طب يا استاذ بهاء طب الحاجه الساعه طيب يا استاذ بهاء اوعى هبدا لغينا الرحله خلاص سلام عليكم الحاجه الساعه طب مع السلامه يا استاذ بهاء يا دوله بقى يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز انت لاحظت يالا ايه بهاء سلطان بيحاربني يالا ها كده بقى يا رمزي فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش اقول لك سيدي كده يبقى ناقص 3 مطربين لا حلو قوي احنا كده انجزنا انجزنا ايه بس يا دوله بقى هو في حد خد مننا حاجه يا عم ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم يا ابني إيه احنا عملنا اللي علينا احنا بعتنا لكل المطربين خلاص يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتنا عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول الحمد لله يعني كله تمام يعني انجزنا انجزنا يعني بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين من كاظم كاظم عكس احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده لان هو بيحب الدباديب قوي مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب دوله هو يعني ايه كاظم يعني كاظم يعني قافش بس يعني ايه مخبي مية مية انت دوله طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول عشان انا سخنت خلاص خطوه جايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها ويتفقوا بقى مع الملحنين وبعد كده يبعتوا لي بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله الله يا دوله عليك ان شاء الله انت ابن حلال على فكره ولا حته اتنين شاي يلا بسرعه حاضر يا استاذ رمزي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتسرقت انا اتسرقت اتسرقت ولا حته ايوه يا استاذ رمزي اقفل باب القهوه دي ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله محفظه ايه يالا محفظه ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه في التلفزيون اهو الاغنيه بتاعتي اغنيه اهزنه سامع اه حلوه قوي دوله حلوه حلوه ايه بقول لك اتسرقت وحشه قوي باختصار بقى يا استاذ سلكها انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه شوف يا هندسه العدل اساس الملك وانا شايف قدامي ضحيه فنيه أغنية إيه بقى اللي سرقت منكم؟ أغنية البكرية أيظنوا تلات تلات بس دي بتاعة بعرور لا بعرور إيه؟ الأغنية دي بتاعت أنا أيوة بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين مي عزة مين؟ يبقى هما الاتنين حضرتك متواطئين والقضية هرفعهم عليهم هما الاتنين يعني أنتوا متأكدين إن غنوة أيظنوا غنوتكم؟ إلا متأكدين حضرتك إحنا أكتر من متأكدين وأنا ممكن أسمع جزء لحضرتك وإنت تحكم يعني أيظن أني يا حبيبتي أخدعت أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنا فضلك أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور هي يا أستاذ هي الأغنية بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها ما قالك أيظن عايز أكتر من كده يعني أنا كده
ابتديت اتاكد بس مش قوي. حضرتك طب انا هقول لك على حته بقى عشان تتاكد قوي ان هم سرقينها مني. حته انا كنت هو كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد. انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رمز. وهو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا. هو بقى عنده سيد؟ لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دولة. وبعدين ايه سيد ده اللي بيقارنوه بي انا؟ مش دي سيد انكل؟ سيد انكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الاغنيه الشعبيه، يعني تطور الموسيقى العربيه، يعني السلمه التاسعه من سلالم الموسيقى العربيه. يعني هو بمنتهى البساطه والصراحه هو الاب الروحي للاغنيه العشوائيه. طيب اوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكله دي، وخصوصا حضرتك ان انا خسرت جامد جدا. ولا رمزي؟ نعم. الاغنيه بتاعت ايظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الاستاذ عمرو ايهاب؟ من ساعه ما غنى انا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع ايظن قفش فيها. ولا هي دي؟ اهو حضرتك. انا بقى اقول للعمرو ايه دلوقتي؟ ما دام الموضوع وصل لعمرو ايهاب بقت مشكله كبيره ولازم لها قعده مع سيد انكل. متأكد يعني عم سلكها ان اونكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع انت، الله هي كلها دلوقتي شويه ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قعده تانية في غنوه تانية. على فكره دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي. اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا، ده اسم اونكل يعني اكيد لعمهم لخالهم. اهلا بابو الرجاله. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حيا الله مساعد رابع لسيد اونكل. حيا الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد اونكل. سيد اونكل مين ده؟ حيا الله مساعد تاني لسيد اونكل. دي عيله حيا الله ما شاء الله، عيله كبيره قوي يعني. دول هم دول توام ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسله مطاعم. سيد اونكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده؟ امال ده؟ ده سيد اونكل. اتفضل يا عمنا اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا. احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد اونكل. انا اسمع عن حضرتك يا اونكل انك انت سيد الاغنيه كلها. سيد اونكل يا اولاد. الله الله، سامع جراف جراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. يا لا 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 لا، حاضر حضرتك اقعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور والله يا سيد اونكل. ايه ده؟ اتكلم انت اسلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق. بخصوص حضرتك؟ بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكوره انتاج يا سيد اونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر صحيحه، ويبدو اني اخطات في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغه. الاغنيه دي اغنيه ايه؟ ايظنوا ترت ترت. ايظنوا بتاعت نجات؟ مين نجات؟ لا ايظنوا بتاعت بعرور. خد الجماعه دول من هنا اسلكها. حاضر. ايه ياخدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا. هو عادي جدا. مع السلامه اسلكها. حاضر. مع السلامه. فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوه الحكومه. وصل البهوات اسلكها. حاضر. وصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب اسلكها. يا عم انت فاكرنا من كراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقة دي، وعلى الله بقى تروح انت بالسلامة بقى انت والبرجين بتوعك دول. اولا
أيظن دي تأليف وتلحين ونغمات مجسمة بعرور مع مرتبة الشرف؟ يا سلام، أمال أيظن اللي معاه دي بتعمل إيه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطجة وقلة أدب وسفالة. أنت شغلك كده مش هتروح من هنا أنكل. لا، هرجعك طن. كده؟ طيب، إحنا شرحنا نشرح بقى. تشرح مين؟ الأغنية دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني أظنه. ترى 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 بعرور. ترى 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 بتاعتي. ترى 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 بعرور. ترى 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 بتاعتي. ترى 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 بعرور. ترى 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 يا ناري يا ناري. ترى 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 بعرور بعرور. ترى 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 يا ناري يا ناري. ترى 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 بعرور بعرور. ترى 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 بس سكت الكلام ولا رمزي. يا دولة هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لا؟ معاك يا دولة. هجوم. هجوم ايه؟ بتاعتي. بتاعتي. احتة. نادي رمزي. أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحدا. لسلكها والبعرور والأنكل ولكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنه. ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط، ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة. وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور انك متضايق من الصب؟ بصوا، انا المشكله ليست بيني وبين بعرور، بالعكس انا بقول له يا بعرور تعالى هنا اهو، ومد ايدك في ايدي، وتعالى مع بعضينا نلم تراث الاغنيه الشعبيه ونجمعه كله في اوبريت شعبي كسر الدنيا. مستر عادل، ما ردكم على ادعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات نصبولي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبولي هذا الشرك لن يهمني اي حاجة. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش علي بالقول بس، ولكن تعدوا علي بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس، وفي ايدي ماي هاند بول، وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحدة، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله انا بكررها لتاني مره والتالت مره والرابع مره، وهفضل اكررها طول ما انا عايش. انا مش طالب حاجه معينه غير ان انا حافظ على اغنيتي. رجعولي أيظنه اهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاوله المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن افرط في شبر واحد من أيظنه. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنه إلى كبلهات. إن أيظنه لن تقسم لا كبلهات ولا أي كلمة. لن أفرط في شبر واحد ولا في كبله واحد من أيظنه. نموت نموت وتعيش أيظنه. نموت نموت وتعيش أيظنه. نموت وتعيش أيظنه. وانت اول واحد جريت اساسا، واللي موتنا عشان أيظنه؟ ما تقول أيظنه. نعيش نعيش وتعيش أيظنه. نعيش نعيش وتعيش أيظنه. بصراحة الأستاذ عادل مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليه الشعر. حسيت ان ابني كان موهوب موهوب قوي في الرسم. ايه أيظنه دي؟ قال أيظنه قال من ايام سامويل جاكسون وموزارت وشكسبير. الحقيقه لم تنطق الكوره الارضيه بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على امره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة. الله، بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله. وشكرا للتحية.
الحقيقة أنا دعيتكم النهاردة للاجتماع حول المائدة المستطيلة عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شوية فلوس. شوية فلوس إيه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الإعلام والميديا؟ ده المظاهرات يا أستاذ طالعة من أسوان لغاية مصر. وفي مظاهرة هتخرج من البازار بعد ساعة ونص يا دولة. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضية الله يحرقك. انت يلزمك كام يا استاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ انا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش فيها اوام كده احسن تنزل على جدور رقبتك. ده رافع قضية ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوة بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان ايظنوا دي مش بتاعتك. فضل ثلاث بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهد بتاعته هتبقى اغنية من تأليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا لا لا، ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص، نخليهم خمسة. 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق. الو مين؟ ايه؟ بعرور كسب القضية؟ متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الافراح ان شاء الله. مبروك مبروك، بعرور كسب القضية، مع السلامة. أنا شايف يعني إن 10000 جنيه مبلغ مش وحش، أنا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نو في الأول. أنا موافق أوكي، دول خمسة، يبقى فاضل إيه؟ 10 إيه يا سيادة المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هما 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم، كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى. انت فاهم احنا بنعمل ايه؟ ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي ارفع القضيه دي ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضية واسيب الحكاية دي. يعني التعويض ده مش اقل من 1000000 جنيه. طب ما تخليهم 500000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي، يعني هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتاعتي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا تلات تلاتة، ايظنوا تلات تلاتة. طب تلات الاف جنيه وعشر قصايد. طيب حضرتك تلات تلاتة. طب 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار. تلات تلاتة. طب حضرتك 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار ورمزي. أول ما عرفوا إن هو قتل مراته قبضوا عليه. قال لا، وعرفوا إزاي؟ ابن الجيران شافه من شباك المنور. يا حرام، الست دي صعبانة عليا جدا. اللي يصعب عليكي أكتر بنتها، ما اتقتلت وباباها في السجن. بس بقى كفاية كفاية بقى، مش قادرة خلاص، أنا هبتدي أعيط بقى. أمال لو شفتي حلقة النهاردة هيحصل فيها بلاوي. وأنت عرفتي بقى إزاي يا طن؟ من التتر. أنا أشوف التتر كده أفهم المسلسل كله. ايه ده، مين ده اللي جالنا على الصبح؟ ده لازم رمزي علشان عادل اتاخر على البازار. الله، هو عادل لسه ما نزلش؟ ايه اللي اخره كده النهارده؟ بيتنك عشان بقاله كام يوم بيشتغل كويس بقى بيكسل. خلتمونا طيب. ازيك يا نور؟ وحشتيني قوي، تعالي تعالي. انت وحشاني اكتر. مامي شفتي مين جالنا؟ خلتمونا حبيبتي يا ملمون، وحشتيني. انت وحشتوني اكتر والله. كده يا وحشه؟ يعني عشان انت قاعده في اسكندريه ما تسأليش على اختك خالص؟ اعمل ايه، مشاغل كتير، بروح مع الحاج المصنع، مش فاضيه خالص. يا حبيبتي خلتمونا. انت تعرفي طنط انعام حماتي، فاكراها؟ طبعا فاكراها. ازيك يا ست انعام؟ ازيك انت حبيبتي، جلابيتك حلوه قوي قوي، طول عمرك شيك يا ست انعام.
متشكرة قوي كل الذوق. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يا خسارة، دي اول لبسة. معلش معلش يا انعام، خدت الشر وراحت. بقولك يا منى تعالي يا حبيبتي، ده انت وحشاني، عندي كلام كتير اقوله لك. اقعدي، انا هدخل اغير الجلابية. طب انعام البسي واحدة قديمة. وحش وحش. طيب شقتك حلوة قوي قوي وذوقها يجنن يا رانيا. لا يا خالته، ده الشقة وحشة قوي، ده مفيش فيها حاجة عدلة. ازاي بقى؟ دي وحشة وذوقها حتى وحش جدا. انا قاعدة هنا يا منى بالعافية، مش طايقة يا حبيبتي. بقولك ايه، ما تيجي نخرج شوية؟ لا انا لسه جاية ومش عايزة اخرج. لا استنوا بس، هعمل لكم حاجة تشربوها بسرعة قبل ما تنزلوا. بس انا مش عايزة انزل. هو انتوا هتنزلوا امتى؟ اللبس ده وانت نازل. يا حبيبتي هنزل من غير هدوم يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي لا، ما انا هجيب لك لبس غيره. ليه انت قلقانه عليا مثلا الناس تشوفني باللبس ده فيعكسوني ولا ايه؟ لا من ناحيه دي اطمن، انا مطمنه خالص ان مفيش حد هيعكسك. بس وحياتك البس البيجامه دي من فضلك. ايوه حبيبتي بيجامه، هو انا صاحب بازار ولا شحال؟ عشان خاطري انا خالتي بره، البس البيجامه دي. ايه ده، خالتي جايه تشحت مننا فلوس يعني وعايزانا البسها؟ يا عادل بصراحه كده انا خالتي عينيها وحشه. عينيها وحشه؟ طيب ما تلبس نظاره شمس او عدسات او الاثنين مع بعض. طيب انا خالتي عينيها مدوره. يا عيب خلق يعني. يا عادل من الاخر كده، انا خالتي عينيها مدوره ومقوره ووحشه، ولما بتشوف الحاجه حلوه بتحسدها. لا يا ماما، ايه بتحسد ايه؟ ده كلام مش مظبوط طبعا. وبعدين لعلمك يعني الحكايه دي انا مش بصدق فيها خالص. يا عادل ده الحسد مذكور في القران. وانا يا ستي ما اعترضتش، بس اللي بيحسد ده بني ادم بيتمنى زوال النعمه من البني ادم اللي قدامه. طب ايه رايك بقى ان ده حصل مع مامتك من شويه؟ خالتي شافت الجلابيه فعجبتها وقالت لها دي حلوه جدا، راحت الجلابيه متقطعه. حبيبتي ده صدفه اكيد. يا حبيبي ارجوك البس الحاجات اللي انا طلعتها لك دي. لا يا حبيبتي انا مش هلبس الحاجات دي، وبطل التخاريف والاوهام اللي في دماغك دي. انا هلبس هدومي عادي جدا واخرج اسلم على خالتك. عيب تقولي على خالتك كده. ربنا يستر. خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت يا انعام. دي تالت كوبايه تتكسر، ده طعم الكوبايات خلص خلاص. مع ان شكلها جميل بس ازازها خفيف، اعتقد ما يتحملش سخونيه الشاي. مش معنى يعني النهارده، ما احنا طول عمرنا بنستعملها. يا انعام حبيبتي عمرها الافتراضي خلص. انا بقى هقوم اعمل لك الشاي في كوبايه بلاستيك. على الله تصيح هي كمان. لا لا ملوش لازمة، خلاص مش عايزة شيء. أحسن برضو. أهلاً 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 أهلاً، إزيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، إزيك يا عادل؟ الله يسلمك. أخبارك إيه، كله تمام؟ الحمد لله. أنا كنت عايزاك في خدمة. أوي عينيا طبعاً. تسلم عينيك، أصل ابني دخل جامعة القاهرة، وبقول مش معقول بقى كل يوم هيسافر من اسكندريه للقاهره. ما شاء الله داخل الجامعه. هو حضرتك انا بالنسبه للبيت هنا يعني هو ما فيهوش اماكن خالص، بس ممكن المطبخ والحمام، الحمام ممكن افضيه له خالص ويعيش فيه بقى براحته ويحس بنفس طراوه اسكندريه. يعني البانيو عايز ينزل بحر ويملاه ويملاه ملح وينزل يعني. ربنا يخليك. لا مش معقول هيقعد معاكوا هنا، ده انا كنت عايزاك تشوف له شقه ناجرها له. ينفع تشوف لي شقه؟ قوي طبعا اشوف لك شقه، بس يعني هي مش هتقل عن 1000 جنيه في الشهر. وماله يا عادل، منى ممكن تدفع وتدفع اكتر كمان. وانا بقول بقى برضو ان هو بدل ما يقعد لوحده في الشقه انا اروح اقعد معاه واخد بالي منه. ما ينفعش يا مجيد، اصل هيقعد هو وثلاثه زمايله، على اساس يبقوا اربعه ويقسموا الايجار بقى عليهم كله. ايه ايه ده ايه ده ده ايه البخور ده؟ ليه يا خالته، دي ريحته حلوه خالص. لا 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 يا رانيا، ده ريحته وحشه، انا مش عارفه ايه اللي جرى للناس. كل ما اروح عند حد يشغل لي البتاع اللي ريحته غريبه ده بيغنوا. ويا ريته محوق. يعني في حاجات كتير تانيه بس بنبتدي بده الاول. طب هشي بعيد عني كده. المهم يا عادل، انت هتقدر تشوف لي موضوع سمسار كويس؟ ان شاء الله. لعلم حضرتك انا ليا علاقات جامده جدا.
اهو انا احب جدا الراجل اللي له علاقات كده. انا بقى ما بحبوش، وعادل ملوش اي علاقات يا خالتي. يا رني في ايه علاقات يعني بناس بتعامل معاهم يعني رجاله يعني مش حاجه وحشه يعني. استنى يا عادل يا خالته، ده عادل في كل العبر ده مجنني، ده خانقني، ده ملوش علاقات وما بيحبش حد ومتوتر وبيخاف من دله. جرى ايه يا رني؟ جرى ايه يا حبيبتي حد يقول كده على جوزه في وشه؟ طب استني يا حبيبتي لما ينزل. لا لا انا هنزل دلوقتي عشان تتكلمي براحتك بقى يا رانيا. معلش انا اسف، انا استاذن وان شاء الله اشوف لك الموضوع ده. متشكرة قوي يا عادل، مع السلامة. مع السلامة. ألف سلامة. إيه يا رانيا؟ عادل جوزك شاب زي الفل. يا سلام عليه وعلى ذوقه ولبسه، لبسه آخر شياك. خش ألبس اللبس اللي أنتي قلتي له عليه. إيه ده؟ معلش يا عادل، خد الشر وراح. ولا هم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ سايب شغلك وبتلعب بالبتاع دي ايه؟ انا نفسي يا دولا ادخل معهد الكونفرساتوار. كونفرساتوار؟ ده مش عارف تقول اسمه، هتخشه تعمل فيه ايه بقى المعهد ده؟ نفسي ادخل قسم سفافير. يا رب السفاره تقف في زورك ونخلص منك بقى. ايه دولا بقى؟ اوريني كده اعزف تاني يلا. ماشي، فرحت انت صح؟ تعبان بقى يطلع يلوشك على طول، اعمل لي فيها ارفاعي. سايب الشغل ياد وقاعد عمال بتلعب في الصفاره ياد. ايوه هنبتدي بقى، هنبتدي ضرب. هنبتدي طبعا. فين الشغل ياد؟ ما بتشتغلش ليه؟ ايوه دول، هو فين الشغل؟ انت لسه قايل فين الشغل دلوقتي؟ فين؟ ما فيش زبون دخل لنا النهارده يا دولا. ما هو من خيبتك، من خيبتك. شوف بقيه البازارات، العيال اللي بيشتغلوا فيها بيصطادوا الزباين من بره. انت قاعد لي هنا وعمال بتلعب لي بالصفاره، فين الشغل ياد؟ يا دولا انا عايزك بس تهدي نفسك كده. انت واضح ان انت لسه صاحي من النوم يعني بالبيجامه دي. انت بتغني على لبسي كمان؟ دي بيجامه؟ لا دي حلوه، ده احدث طقم. اه الو يا تيتي. ايه يا تيتي؟ عايز ايه؟ اه ضربته، انا حر ان انا ضربته. واد قليل الادب بيصطاد الزباين من الشارع اللي كانوا داخلين البازار وبياخدها على البازار عندك، اعمل له ايه؟ ماشي، مفيش تعامل بينا بعد كده يا تيتي. ماشي، ومش عايز منك حاجه. يلا دولا بقى هدي اعصابك يا عم. انت ايه ده؟ ده تاسع واحد اتخانق معاه النهارده يا رمزي. الظاهر بقى ان رانيا فعلا كان عندها حق. هو بصراحه يعني رانيا عندها حق في كل حاجه. انت يا دولا يعني خلقي وشوكلي وروحك في مراخيرك. مراخيرك ايه بس؟ رانيا عندها حق في حكايه خالتها اللي بتحسد دي. بتحسد يعني عينها وحشه صح؟ بس مش بتحسد اي كلام، دي محترفه. انت عارف يا دولا، انا كان ليا خاله عامله زيها كده برضو بالظبط، اللي كان بيضايقني في الشارع كنت بجيبها له ترقعه عين تجيبه الارض على طول. ايه ده؟ اخيرا بقالك فايده يا رمزي. طب ما تجيب خالتك دي تحسد خاله رانيا عشان تبطلها حسد بقى خالص. لا يا دولا، ما اصلها اتعمت. ايوه دولا، مع ان يا دولا كان عليها جزء عيون، انما ايه، كان نفسي يا دولا يبقى ليا عين زيها كده، بس تقريبا بقى حد حسدها. حد حسدها ولا رمزي؟ يا دولا انا ملاحظ ان انت من ساعه ما جيت تشتغل هنا في البازار، البازار حاله واقف، برغم قبل ما تيجي كان شغال نار. يبقى اكيد اللي حسد البازار هو اللي حسد خالتك يلا. بص يا دولا، انا عندي بقى حل للموضوع ده. انت تروح تجيب لها دجال شاطر علشان يوقف الحسد اللي عمال يتدلدق منها ده. اجيب دجال؟ ما اجيبش واحد حقيقي يعني؟ لا يا دولا، صدقني هو ده اللي هيحل لك المشكله. الو يا رانيا، ها في ايه؟ ايه يا رانيا مالك؟ مالك في ايه بس؟ ايه مال رانيا؟ ماتت؟ ماتت ازاي يا غبي؟ ايه التليفون؟ الكلينيكيه المسح. ايه يا رانيا، ايه الصوت اللي عندك ده؟ التلفزيون فرقع؟ في حد حصل له حاجه؟ حماتي؟ مش اشكال، قصدي يعني يا ومحدش حصل له حاجه تاني. وايه صوت ده اللي عندك ده تاني؟ طقم الصيني وقع على الارض اتكسر؟ ده ابو 3000 جنيه؟ لا حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. حاضر حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. ماشي،
ولا رمزي. ايه دول؟ انت تعرف فعلا دجال كويس؟ بص بقى يا دعبول، انا عايزك تعيش في الدور على الاخر. ها، عايزك بقى تبطل الشغل ابو تلاتة مليم ده، احنا داخلين يلا على نصبايا كبيرة. يعني اخرج لك كل اسلحة الدوار الشامل؟ ايوه، وكل بقى ما تزور في الاسلحة دي كل ما هم هيصدقوا اكتر. يا ولا انا عايزك تبقى دجال شاطر. طب انا دجال شاطر يا عم. اتوكس اتوكس على خبتك، دجال شاطر ايه؟ انا عايزك تبقى اشطر من كده. طب هم عايزيني في ايه بقى؟ انا هقول لك يا دعبول، بص، في دولة ابن عمي عنده واحدة ست في الشقة هناك عليها عين، انما ايه، تقوم منشين على الهدف وتقوم شايطة على طول، يعني عايزها لها عصام الحضري عشان يصدعها. ها، هم بقى عايزين يقتلوا الحسد ده. طب ما انا احسن من ابو تريكة وشيكابالا كمان، ده لحتى فيها شبه في الشيكابالا. افهم عليك. وبعدين هي مش عايزة شغل كتير كده. لا بقول لك ايه دعبول، صح كده، احنا عايزين شغل كتير علشان يبقى مطالبنا كتير والفلوس كتير، وبعدين هنبقى نقسم في الاخر مع بعضين في السكرات. لا 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 لا، عيب كده بقى. الله، الاستاذ عادل لازم يبقى معانا في المصلحة دي. استاذ عادل ايه ده؟ انا بقول لك في السكرات ده، اذا كان الاستاذ عادل نفسه هو اللي هيدفع. اه طيب خلاص، انا هجهز عدة الشغل بقى. ماشي، وما تنساش بقى تغير اللبس بتاعك ده. وماله اللبس ده بقى؟ انت هتشوح لي وتعمل لي كده؟ انت رايح تخطب يا دعبول؟ انا بقول لك دجال دجال، يعني لبس اللي هو بتاع الدجالين بتاع زمان ده، اللي هو التسعينات. التسعينات؟ اه فاكر، بس انا ما اتولدتش في التسعينات. انا هقول لك يا دعبول، انا اتولدت فيها وهقول لك. يعني انت اتولدت قبلي؟ ايوه، يعني انا اصغر منك يا ولد. بص يا دعبول، انت ايه يعني تروح تلبس كده طرطور، ها، وجلابيه كده مرقعه احمر واخضر وبتاع وبخور. ايوه عرفت، دجال فيديو كليب يعني. عليك نور، صحصح كده وتقعد تعمل شعوذه كده. ها، اقوم اجهز لك الفيديو كليب انا بقى. برافو عليك. خدت الشر وراحت. الكلمة دي بقى ما بحبش اسمعها، لان مفيش حاجة خدت الشر وراحت. يا خسارة، البادي كان هياكل من جسمك حتة يا رانيا. يا مامي انا خايفة اموت، خايفة اموت. ما تقوليش كده بقى يا حبيبتي، ده انت بتقولي كده ليه؟ افتح الباب احسن. انتوا مستنيين حد؟ لا ان شاء الله خير يا منى، ان شاء الله يا حبيبتي، احنا مش مستنيين حد خالص يا مامي. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين ماما؟ بتولع اهي. ماما نجحت في الامتحان يا ماما، وجبت في كل المواد 10/10. ياسمين كبرت وحلوت وشعرها طول. حبيبتي ياسمين فيرا. لا مفيش، خالته حاجه، مفيش اي حاجه مامي، والله العظيم لو بنتي جرالها حاجه لا تبقى قطيعه بيني وبينك للابد. ايه ده ايه ده يا رانيا، بتكلمي مامتك كده ليه؟ معلش يا منى، اصلي في مشاكل ما بيني وما بين ياسمين. انت يا بنت خشي اوضتك وما تخرجيش منها خالص، خديها يا رانيا على اوضتها. في ايه يا جماعه؟ ما انا ناجحه. هم بقى الناجحين بنعمل معاهم كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده انا ايه يا جماعه، بتزعقوا للبنت كده ليه؟ البنت ناجحه وجميله وزي الفل. دي سفله وقللت الادب. ايوه سفله وقللت الادب، خش دور. المره الجايه والله عشان تتبسطوا، والله انا نصحت. اتفضل 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 اتفضل. السلام على اهل البيت من البني ادمين. مين البني ادمين ده يا عادل؟ ده عم دعبول صاحب عادل من ايام المدرسه، بس هو بقى ربنا كرمه وكمل دراسته. ايوه هو صاحبي يعني، هو بس يعني ايه لابس لبس غريب شويه، لان هو اصلا فنان يعني، والفنون جنون احنا عارفين طبعا. خي 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 خي. ده هو لابس كده ليه؟ اصل احنا استعجلناه يعني، وهو نازل وكان بيرسم لوحه فلبس اللوحه، فهو راجل فنان فعشان كده. فين المذكوره اللي انا بكلمها؟ القعده قدامك دي. اه عادل، انا كنت عايز اسالك على الشقه، عملت لي ايه فيها؟ عملت لك كل خير اهو اساليه ووجهي له كلامك على طول. هو ده السمسار؟ هو سمسار، بس هو يعني ايه فنان، بس سمسار بس بوهيمي يعني اهو. وجهي له كلامك كله بقى. انا كنت عايزه شقه لطلبه يعيشوا فيها. هو بيعمل ايه عادل؟ هو بيفلي الهوا حضرتك.
أيوة يعني هو بس أصله مركز شوية يعني. أنا كنت عايزة شقة علشان أولاد يعني يقعدوا فيها. إيه أنت بتعمل إيه؟ سيبيه بس هو مركز يعني مركز حضرتك. مركز إيه؟ ده مش فاهم حاجة خالص ولا سمعني ولا سمع أنا بقول إيه. عادل هو صاحبك بيعمل كده ليه؟ تقريبا يعني بيحلق لها. إيه يا عم تقبول ركز بقى. في شر في غل. ما احنا عارفين ان في شر وفي غل. ايه ده يا راجل انت؟ ايه يا راجل انت؟ انت هتدلق عليا ايه وتبوظ لي هدومي؟ خلاص الشر رجع لاصحابه يا اهل البيت، رجع لاصحابه خلاص. مش الشر مش حضرتك يعني كده يبقى خلاص احنا في امان؟ خلاص امان امان امان. الشر لبسه باني. احنا في امان. طب متشكرين قوي متشكرين. الحساب 100 جنيه يا استاذ. بعدين مش الوقت مش الوقت. حساب ايه يا عادل؟ الحساب يا خالته الحساب يوم الحساب. حساب الصوره اللي هيرسمها لك مش كده يا عادل؟ اه ده هو فنان فظيع بيرسم صور عجيبه يعني. يلا 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 بينا. ياه بياخد على كل صوره يرسمها 100 جنيه؟ على كده بياخد فلوس كتير قوي. جايبينك تنقذنا ولا جايبينك تقع؟ الشر رجع تاني يا ابني، الشر بيوجعني، خد بإيدي يا ابني. أقول لك حلها، تجيب لي أرجوز؟ وأعمل إيه بس يا رانيا؟ ما كانش قدامي حل غير كده. أهو طلع نصاب الأستاذ. أهو خد جزاته. بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا خالتك دي انا مش متضايق منها، بالعكس انا عايز استغلها، اخدها بقى تحسك كل البازارات اللي حواليا يخسروا كلهم وانا الوحيد اللي اكسب. يا سلام، ولما تحسب بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير. اه صح. طب وبعدين؟ ولا حاجه، انا خايفه بصراحه لو فضلت قاعده كده البيت يولع. ايوه. طب والحل؟ طب يا رانيا الحل هي جايه تدور على شقه لابنها. دور لها على الشقة. قلبت الدنيا على شقة، ما اعرفش اول مرة حاجة تقفل معايا بالشكل الغريب ده. خدها من ايديها وانزلوا دوروا على سماسرة ارجوك يا عادل. وهو بالمرة على فكرة بقى عربيتك مش هتتحسد لان اصلا عربيتك محسودة خلقة. عارفة بقى انا بفكر ان خالتك دي يا ريت تحسدنا. يا سلام. هي شايفانا طبعا متجمعين كلنا في شقة واحدة، تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحدة فيكوا في حتة. ما جاش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حتة، تحسدنا فنموت فنتحط كل واحد فينا. خلاص وصلت. بس ما تقلقيش، وانا واخدها ورايحين ندور لها على الشقة هخليها تركز انها تفرقنا في شقق مش في تراب الغفير ولا البساتين. سمير يا حبيبي. بابا ماله؟ ايه في ايه يا ابن منى؟ اتصل دلوقتي وظاهر ان الحاج تعبان. ايوه يا حبيبي انا جايه على طول. مع السلامه. هتمشي؟ ايه يا خالته يا حبيبتي اللي حصل؟ لازم امشي، الحاج تعب فجاه ونقلوه المستشفى. هو كان تعبان قبل ما تيجي يا منى؟ ابدا يا اختي، سايباه زي الفل والله. دي عين وصابتنا، احنا دايما محسودين كده على طول. يمهل ولا يهمل. انا ماشي. سلام يا عادل. تحب اوصلك ولا حاجه؟ لا يا حبيبي معايا عربيتي. مع السلامه يا خالته. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. مع السلامه. خدي بالك. الله يسلمك. سلسله المفاتيح بتاعتها؟ لا يا مامي، انت شفتي عربيتها وجمالها؟ تحفه طول بعرض كده، ما انت شفتيها قبل كده. مش معقول، انا مش فاهمه لونها ايه دي؟ لا هي فضي ولا هي بيضاء، لون يخطف العين. ايه يا جماعه انتوا هتحسدوها ولا ايه؟ يا عم نحسد ونعمل، احنا بنتكلم. وبعدين يعني احنا ما بنهزيش حد ولا بنحسد حد خالص. اه هنتكلم. ايوه الحقني يا عادل. إيه؟ الحقيني يا اختي، نزلت لقيت عربيه لوني دشدشت العربيه بتاعتي. ها الحمد
الحمد لله دلوقتي اطمنا، العربيه بتتصلح والحاج خرج من المستشفى وكله تمام. الحمد لله. انا بس عايزك في حاجه، اتفضلي معايا يعني في خدمه بسيطه. من عيني. ايوه من عينيكي. بصي من الشباك كده، شايف البازار اللي هناك ده؟ فين ده؟ البازار اللي هناك ده اللي فيه ناس داخله خارجه كتير جدا دول. انا مش عارفه انت تقصد انهي واحد. اللي في اخر الشارع هناك ده. ياه نظرك جايب لاخر الشارع. في حاجه دخلت في عيني ولا ايه؟ ايه ده انا اتعميت؟